طيب انت قلت حاجة حلوة قوي، الحلم. يعني معنى كده ان انت مش كنت حابب المجال عشان خاطر مجرد الشهرة ومجرد ان انت تبقى نجم والناس تشاور عليك، لكن كان حلمك جزء من طموحاتك، جزء من افكارك ان انت تبقى فنان. اه ده حقيقة. يعني انا من صغري الحمد لله، يمكن ده اللي بالنادي بيه كمان دلوقتي. يا ريت الدولة تاخد بالها من المدارس والمسرح المدرسي. يمكن انا كان عندي استاذ التاريخ والجغرافيا اللي كان بيديني في اولى اعدادي وتاني اعدادي وتالت اعدادي في المدرسة. طيب كان احنا معانا تليفون قبل ما تخلص كلامك من الفنانة الجميلة فاتن شعبان. مساء الخير يا فندم. مساء النور، كل سنة وحضرتك طيبة. وانتوا طيبين، رمضان كريم. ربنا يخليك يا رب، كل سنة وحضرتك طيب. معانا النهارده حد جميل حضرتك بتحبيه واحنا